السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أعرفكم بنفسي مصعب النمر، طالب طيران في كندا. كثير من الشباب سألوني عن دراسة الطيران في كندا، فكثرة الأسئلة يعني وكذا، فقلت خليني أفعل فيديو هكذا قصير 3 دقائق أتكلم فيه عن أغلب الأسئلة اللي الناس بيسألوني، يتعلموا منها ويتعلموا الناس الثاني. خلينا نبدأ. أول سؤال أي شخص يسأله، كم التكلفة حق دراسة الطيران في كندا؟ طبعا كثير من المدارس بيقول لك خلاص تعال عندنا ادرس بتكلفك حوالي 45 إلى 50 ألف. طبعا الكلام هذا مش صحيح، بتكلف حوالي 60 إلى 65 ألف. المبلغ هذا يمكن يزداد أو ينقص حسب حالة الطالب المادي. إذا الطالب يعني فول فاينانس، يعني مع المبلغ كامل حق الطيران ويبدأ مرة واحدة بدون ما يتوقف، هذا بيوفر عليه كثير كثير كثير. بس الناس اللي مثل حالتي يعني يطير بعدين يوقف يجمع فلوس بعدين يطير مرة ثانية، هذا بتكلفه أكثر ووقت أكثر يعني بطبيعة الحال. سؤال ثاني يتكرر، كم مدة دراسة الطيران؟ طبعا دراسة الطيران مثل ما قلت سابقا يعني ما فيش معاها مدة محددة، هي كلها تعتمد على جهدك أنت وعلى فلوسك. يعني إذا معك فلوس ممكن تخلصها في حوالي سنة، سنة ونص ماكس، يعني في هذا الحدود. في شباب يعني مجتهدين جدا خلصوها في حوالي 8 أشهر، طبعا هذا واو. طيب كم عدد الساعات اللي تحتاجها عشان تتخرج؟ 250 ساعة إلى 260 ساعة، هذا الأفريج المتوسط حق الطلاب اللي بيدرسوا. لما تجمع الساعات هذه بيكون معك إن شاء الله الرخصة اللي هي الخاصة، وهذه بتكون معك في حوالي 80-90 ساعة. حالتي أنا أخذتها في 100 ساعة. الرخصة اللي هي الكوميرشال اللي هي التجارية، هذه بتاخذها على حوالي 200 ساعة، 240-230، تتراوح من شخص لآخر. أيضا سؤال يتكرر بكثرة هو إيش المقاطعة المناسبة لدراسة الطيران؟ أختصر لك الكلام أقول لك الحق الجو الجميل، لأنه إذا كان الجو جميل بتطير أكثر، بتخلص أسرع، بتخلص. إذا كان الجو مش ولا بد فأنت بتتأخر. الجو عندي هنا، طبعا أنا في أوتاوا في كندا اللي هي العاصمة، عاصمة أونتاريو. الجو هنا هو يعني لا بأس، أقول لك لا بأس. الصيف يعني الجو حلو، وفي الشتاء ما نطير دائما، بس في أيام وأيام. ها وصلنا لنهاية الفيديو، إذا معكم أي سؤال أي اقتراح أي استفسار اكتبوها في الكومنتس، برد عليكم إن شاء الله. وإذا عجبكم الفيديو لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.